بسم الله الرحمن الرحيم. ده الريزيدنت راوند النهارده او الريزيدنت ميتنج النهارده. دكتوره هبه هتحكي لنا، احنا ما زلنا في الامرجنسي اللي بتقابلنا كجينيور ستاف في النبطيات. يعني احنا كل باستثناء محاضره الاسبوع اللي فات اللي الدكتور عبد الله كان بيتكلم في البايوبسي، لكن ما عدا ذلك احنا بنتكلم، وحتى برضه في البايوبسي ما هو الكومبليكيشن والحاجات دي مهمه بالنسبه كنواب ان احنا نعرف. احنا ما زلنا بنتكلم في الحاجات الامرجنسي اللي يعني ايه بتعبيرات اهل الفقه كده، ما لا يسع المرء جهله. يعني ما ينفعش ابدا نكون كراديولوجيست الحاجات دي ما نعرفهاش، لان فيها حياه بني ادم، وفيها ميديكو ليجاليتي، وفيها ان انا مش هستنى كونسلتنت حد اكبر اكونسلت حد اكبر، او ان انا لان ساعتها الوقت بيفرق كتير قوي. فاحنا حكينا بقى في الانتراكرينيال هيموريدج، وحكينا في الانتستينال اوبستراكشن، وحكينا احنا حكينا في الانتستينال اوبستراكشن مش فاكره. المهم يعني اللي هي الشاهد ان احنا البرزنتيشنز بتاعت الريزيدنت راوند المجموعه دي من البرزنتيشن، يا اما بنقول حاجه اناتومي يا اما بنقول حاجه امرجنسي. فالنهارده دكتوره هبه هتحكي لنا في امرجنسي مهم جدا، هو النيمو ثوركس والنيمو مودياستاينم والنيمو. وفي الجزء الثاني او لما هبه تخلص انا هوريكم حالات فيها نيمو ثوركس وفيها نيمو مودياستانيوم وهكذا. اتفضلي. أول حاجة كده ديفينيشن سريع للموضوع. طبعا النيوموثوركس هو لو كونكشن امكن بس يا هبه ترفعي صوتك شويه يبقى كتر خيرك، لان انا شخصيا حاسه الصوت واطي عندك. تمام. طب كده تمام مسموع؟ اه كده احسن كتير. تمام. نيوموثوركس هو كولكشن الاير في الدورال سبيس مع سكندري لونج كولابس، وكل ما بيزيد الاير بيبدأ يعني اللونج كولابس ده اكتر. نيمو ميدياستاينم كولكشن برضو للاير في الميدياستاينال ريجن اكستراليومينال، يعني بره الجاسترونستاينال والاير واي. طيب الكوزز كده سريعا بنقسمها سبونتينيوس تروماتيك سواء نيمو ثوركس او نيمو ميدياستاينم، او سبونتينيوس في برايمري وسكندري، ولو تروماتيك ده ايتروجينيك احنا اللي عاملينها ولا حاجه نون ايتروجينيك، يعني بتبقى تروما من بره. يعني النيمو ثوركس السبونتينيوس لو برايمري ده بيحصل ات ريست، ما بيبقاش عنده اصلا اي لونج ديزيز لوحده، غالبا بتبقى فيه بليب او بولي وفرقعت كده، فبيبقى حاجه سبونتينيوس لوحدها من غير اي لونج ديزيز. السكندري سبونتينيوس بيبقى غالبا فيه لونج ديزيز زي حالات السي او بي دي وامفيزيمات تشينجز وكده. التروماتيك نيوموثوركس النون ايتروجينيك ده بيبقى بسبب تروما تعرض لها سواء بلانت او بنتريتنج تروما. الايتروجينيك ده غالبا بيبقى معانا سواء دايجنوستيك او ثيرابيوتيك. بالنسبه لنا احنا اشهر حاجه البيركيتينيوس لونج بايوبسي في الراديولوجي، لكن في حاجات تانية زي طبعا سراكوسنتيسيس، النيرف بلوك مع الانستيزيا، الميكانيكال فنتليشن. النيومومديستاينم برضه سبونتينيوس وتروماتيك، سبونتينيوس جميع برايمري. الاحترام ايه؟ المات spontaneous pneumodiastinum primary at risk ده رير قوي انه يحصل، لكن ممكن يحصل secondary spontaneous لو في mediastinal structure disease زي esophageal carcinoma او tracheoesophageal fistula، او نتيجة excessive vomiting او excessive coughing وعمل tear في ال airway او في الاسوفيجس. Traumatic pneumomediastinum non-iatrogenic برضو نتيجة trauma. Iatrogenic بيبقى برضو diagnostic أو intervention، بيبقى diagnostic أو intervention زي برضو مع bronchoscopy أو endoscopy أو intubation أو كده. ال pathophysiology هو هنا حاطط ال closed و open و tension، هو المفروض إن هو closed و open مع بعض، وبعدين يعني بعد كده بناء على الكلوز والاوبن ده كل واحد فيهم ممكن يبقى سيمبل وممكن يبقى تنشن. بس يعني فخلينا نقول الفكره فيها في باثوسيولوجي اوبن نيوموثوركس الهواء جاي من بره، من بره البلورال كافيتي. الكلوز نيوموثوركس ده الهواء جاي من اللنج، يعني ديزيز او حاجه من اللنج نفسها فتحت على البلورال كافيتي، ده كلوز واوبن. سواء ده او ده ممكن يبقى سيمبل ممكن يبقى تنشن. التنشن نيوموثوركس طبعا ده الحاجة الامرجنسي اللي عندنا النهاردة، التنشن نيوموثوركس وهتكلم عليها أكتر بعدين. ده لما يبدأ بقى يحصل كولابس على اللونج في نفس المكان،
ويضغط على الميت فاينل ويعمل شيفت التنشن ان يبقى فيه اير سيمبل، قصدي ان يبقى فيه اير من غير ما يعمل الكومبريشن ده. البروفيسكولوجي في التنشن نيوموثوراكس ان الوند مكان اللي على التشست وول ده بيأكت وان واي فالف، بيخلي الهواء يدخل بس ما بيخلوش يطلع. لما يجي يعمل اكسبيريشن بيتقفل مكان الفالف او مكان الاوبن اللي على التشست وول ده، فالهواء ما يطلعش ويبدا يتجمع ويأكملات في التشست في الهيميثوراكس الناحيه دي، ويضغط على التشست ويشوف الميديا ساينا مكان ده. لو سواء او الصوت بعد تاني يا هبة. تمام يا دكتور. اللي هو هبة مثلا صوتك بعد، صوتك بعد جدا، أنا مش سامعة حاجة. تمام، بقول النيوموثوراكس اللي هو فيه هواء في دور الكافيتي من غير ما يضغط على حاجة، سواء كان السبب open او closed، فما فيش منه مشكلة. التنشن هو ده الكونديشن، ما بيبدأ الهواء يأكيوميليت جوه ومش بيخرج. one way valve الموجود ده بيدخل هواء ومش بيخليه يخرج من الهيميثوراكس الناحية دي. ده يعمل كولابس على الابلاترال لونج وميديال مانا كومبريشن على الكونترالاترال. ساعتها طبعا العيان بيدخل بقى في respiratory insufficiency و cardiovascular collapse، ده لازم ليها urgent management. نيومومديستاينم الباثوفيسيولوجي فيها الأسباب زي ما قلنا، ممكن حاجة من الايرويز او من الايروي او الاسوفيجيال، يعني حاجة من اليومينال تراكت اللي معدية في الميديا ساينم هي اللي تكون سبب ان الهواء يطلع منها، او الرينج الفيلاي اللي هي الميد حصل على الميديستاين. في النيوموديستاينم بس في تريك كده، ان ممكن الهواء يطلع سوبيريوري او انتيريوري. لو طلع سوبيريوري هيروح على وهو ده اللي يمنعنا انفيزيما، وممكن تسال الجسم كله يعني مش بس على تاخد من اول فوق من الهيد داون يعني. لو انتيريوري هيروح على سينيال واكسترنال كومبريشن على الاورجن. الايمجينج بقى الاكس راي ده الفيرست انفستيجيشن اللي بيتعمل، لكن السي تي هو الجولد ستاندرد بالنسبه لنا. الالترا ساوند ليه رول كده بسيط هنقوله في الاخر، يعني ان هو بس يساعدني ادكت البلورال لايننج في سيتويشنز معينه. الفايندنج في الاكس راي في نيوموثوركس ان انا الاقي لينير شادو كده بتاع الفيسلر بلورا بنسميه بلورا لاين، و اوتسايد للبلورا لاين ده بلاقي فيه لوس اوف ماركينج اللي هو بقى جزء جيت بلاك كده، هو ده النيوموثوركس، هو ده الهواء. في حاله التنشن نيوموثوركس بنشوف بقى الاعراض التانية زي الشيفت والاكسبانشن للريب كيج وانتركوستال وايدنينج وكده، زي فراجماتيك ديبريشن. في حالات التروما ساعات النيوكشن ديفلوب من الاول، فبيحتاج ان هو يتصور كل 6 ساعات في اول يوم عشان اكسكيوشن ان هو ما عملش نيوموثوركس. فده ولو حصل بيسموه ديلي نيوموثوركس، لانه ممكن يحصل متاخر مش في وقت التروما. الصور بقى بتاعت الاكس راي لو هو العيان واقف ريكت الهواء هيتجمع فوق، فهيبقى عندي ده البلورال لاين اهو مكان الاروما مشاور، ده البلورال لاين اللي بنقول عليه. واوتسايد تو اكس واوتسايد ليه الجود ستاندرد من النيوموثوركس، خدت الأول. اوتسايد ليه ده النيوموثوركس بيبقى فيه بقى لوس اوف برونكوفاسكولار ماركينج، ده البلورال لاين. هو لو ديتكت البلورال لاين هو ده اللي بيساعدني اعرف النيوموثوركس. لو ساين طيب العيانين في الاي سي يو الاقي ان الهواء هيتجمع تحت، فادي البلورال لاين تحت هنا كان برضو الارم، وتحتيه الهواء بيبقى متجمع. وبيعمل لنا بقى ساينز كده يعني تساعدنا في الدايجنوزس، حاجه اسمها دبل دايفرانك ساين. ساين يعني هنا العينه دي برضو عندها ادي البورا لاين بتاعنا اهو، بره ده النيوموثوركس وفي لوس فاسكولار ماركينج في الحته دي. هلاقي الدبل دايفرانك ساين ان الهواء بيزق الدايفرانك ويزق الانتير كارديوفرينيك انجل، هيعمل لي تو لاينز كده اللي هو اللاين ده
لاين بيسموه دبل دايفراجم ساين. الديب سالكس ساين في صورة تانية اللي بعديها اوضح ان انا بلاقي زي ان الجزء الميك انجل كده ديب قوي لتحت على الناحية دي برضو بسبب ان يوم ده غالبا شاف مع السوباين بوزيشن ان هو بيبقى متجمع اصلا تحت فبينزل اكستند لتحت اكتر. في حاجة في الاكس راي برضو ان احنا ممكن نحدد السايز بتاع بتاع النيوموثوركس، بنيجي عند الليفل بتاع الهايلم واقيس من البلورال لاين للتشست وول المسافة دي، لو اكتر من 2 سنتيمتر ده بيبقى لارج نيوموثوركس. الدايجنوزز بقى حاجات ممكن تلخبطنا مع النيوموثوركس في الاكس راي. الامفيزيمتس بولي، لو في عندي امفيزيمتس بولي يعني الصوره دي كده، في هنا انا شايفه لاين كده وهنا برضه لاين، فممكن يلخبطني هل ده امفيزيمتس بولي ولا ده نيوموثوركس ودي مثلا هيجن مع البلورا. فاللي بيحس ان احنا هنحاول ان البلورا لاين زي ما بندور في العادي البلورا لاين مكمل، هو بس الجزء ده وهنا وهنا برضو ده خطوط كده مش مكمله، لكن ما فيش البلورا لاين اللي مرسوم من اول اللونج لاخرها زي ما بيبقى في حاله النيوموثوركس. فدي حاجه ممكن تلخبط. تاني حاجه السكين فولد، السكين فولد زي مثلا هنا لو كملت معاه هلاقيه مكمل بره اصلا تشيست وول، هنا مش مكمل، هو within the lung يعني او within the hemithorax مش مكمل بره الشيست وول، وبره بيبقى فيه جيت بلاك نفس الفكره، ما فيش برونكو باسكولار ماركينج لكن هنا حواليه عادي لسه البرونكو باسكولار ماركينج موجود. البريست مارجن برضو هي الحاجات اللي بتضايق او بتلخبط، العينه دي عندها نيوموثوركس على الليفت سايد اصلا، ده البلورال لاين مكان الريد اروز كمل لده. الخط الجرين ده اللي هو البريست شادو بتاعه، فعشان الولاده الاولى ممكن نتلخبط مثلا نفتكر ان هي نايمه سوباين بوزيشن وده البلورا اللي هو متجمع تحت، لا هو ده البريست شادو وهنا الناحيه دي برضو بريست شادو زيه اهو، البلورا لاين هو ده. فاحنا لازم ندور على البلورا لاين فيرتيكال كده ماشي واخد اللون كلها وبره يبقى جيت بلاك. كمان ممكن الميديال بوردر بتاع الاسكابيلا، لان ده كان شولدر اكس راي عادي والنيومورفكس ديتكت سبونت يعني سنتري او انسيدنتال فايندينج، يعني هنا برضو هو يعني فينت قوي ان هو يبان، بس هنحاول لو مكان اليلو ارز او مكان ما انا ماشيه كده ده البلورال لاين مكان ما انا ماشيه كده ان الاسكابيلا خط تاني اصلا خالص، فهي يعني حاجة ممكن نحاول ناخد بالنا من الفرق يا بينهم. بنياتي صوتك راح. تمام، مش النيو ميديستاينم في الاكس راي لو سمول اماونت بيبقى كليزر كيرفي لينير حوالين الهارت مثلا، او الاقيه في حوالين الميديا ستاينال تراكت، او ممكن يطلع هنا فوق زي ما قلنا سوبيريلي، ف يعني بتبقى ده الاشكال بتاعتها لو هي حاجه قليله. يعني في سايت بس برضو كده خاصه شويه بنيو ميديا ستاينم حاجه اسمها رينج ساين وتيبلر ساين. الرينج دي بتاعت البالمونري ارتري في اللاترال فيو، حوالين البالمونري ارتري هلاقي راديو ليسنت كده لاين. التيوبولار دي بتاعت الاور برانشز الاقي لاين كده برضه في البوستر انتير فيو حوالين البرانشز اللي طالعه من اللي طالعه من الاورتيك ارش. في كمان انجل وينج ساين وكونتينوس دايفراجم ساين. انجل وينج ساين دي يعني خاصه بالنيونيت، بتبقى بسبب الهواء اللي بيتجمع في الميديا ساينم تايمس جاند، وتبقى ظاهرة عندي كده على الناحيتين كأن هي زي الأنت بينج يعني خاصة بالنيونيتس. و كونتينوس دايفراجم ساين اللي هو هنا تحت ألاقي إن انفصل الهارت عن إحنا متعودين إن الهارت بتكون مع الليفر أو مع الدايفراجم مكمل، فلما الهواء يتجمع في الحتة دي كده ويصير البريكارديوم يبدأ يفصل الهارت عن الدايفراجم.
هو بقى الجولد ستاندرد بالنسبه لنا. بيساعد انه اعرف إن لو في كمان بالمونري يعني بالمونري ديزيز سنسيتيف في السمول اماونتس نيوموثوركس او نيومونديستاينم، واقدر منه احدد السايز فعلا بتاع الاير اكتر من الاكس راي. وكمان بيساعد في ان هو يفرق لي ديفرنشال دايجنوزس، يعني هل دي بولي ولا ده نيوموثوركس. ده صوره كده يعني ليفت سايد هيمي نيوموثوركس عادي مش حاجه. هنا ده يعني سمول اماونت كده من النيوموثوركس ما كانتش ديتكتد في الاكس راي لما عمل السي تي. بنت العيان ده عنده امفيزيمات تشينجز كده وبولي يعني، الناحيه دي حصل هيدرونيوموثوركس، يعني ممكن هو مثلا اوريدي دورال فيوجن وواحده من الامفيزيمات دول فرقعوا فحصل هيدرونيوموثوركس، او حاولوا يسحبوه فحصل خلوه هواء فحصل نيوموثوركس، وات ايفر السيناريو يعني. دي هنا عنده بقى اللي هي البايلاترال لوكيوليتد كده نيوموثوركس، دي بتبقى يعني مفيده في يعني دي من الحاجات المفيده فيها او السي تي، عشان لو في الاكس راي هتبان كانها امفيزيماتس بولي، مش هقدر افرقها اذا كانت امفيزيماتس بولي ولا نيوموثوركس، لان هي لوكيوليتد كده لوكيوليتد نيوموثوركس. هنا برضو نفس الحاجه، السي تي سوبيريور في الحته دي عن الاكس راي. ده صورة النيومومديستاينم اللي هو متجمع حوالين ال هارت. الترا ساوند دوره بقى يعني ليميتد كده شوية، بيساعدني مثلا في حالات لو عيان بيد ريدن في الاي سي يو مفيش افيلابيلتي الاكس راي مثلا او حاجة وعايز بلورال لاين، او في البايوبسيس برضو بالنسبة لنا بلوروسينثيسيس بيساعدني ان انا اشوف البلورال لايننج وان انا اكسكلود ان في بلورال افيوجن كولكشن يعني ونيومثوركس، يعني كل ما انا اشوف بلورال لاين يبقى خلاص يبقى هو انتك. في تو ساينز كده في الالترا ساوند، هو البروب وانا حاطاه كده ال اس، الريب اللي فوق وادي الريب اللي تحت، وما بينهم الانتر كوستال سبيس باين فيها البلورال لاين، دي بيسموها البات ساين. الساين التانية برضو يعني دي يعني بنشوفها كتير في احنا بنعمل بريست يعني الترا ساوند، ان الريبس وتحتها برضو البلورال لاين كده بين التو ريبس تلاقي البلورال لاين في الانتر كوستال سبيس، ودي اسمها لونج جايدنج ساين. الأرجنت كونديشن طبعا هو التنشن نيوموثوركس والتنشن نيومو، هو ده أهم حاجة في ال يعني في نيوموثوركس ونيومو. نيوموثوركس زي ما اتفقنا إن هي فكرته في الفسيولوجي إن في عندي ليجن أكت أز وان واي فالف، الهواء عمال يدخل ويتجمع جوه وما بيخرجش، البرزنتيشن بتاعه فاريبل ولكن بيبروجريس رابيدلي، عشان كده لازم المانجمنت بتاعه يبقى أرجنتلي. الأول ممكن ما يبقاش خالص، مع الوقت هيبقى في دنيا كيكارديا هايبرتنشن والاكسجين سيتيوريشن يقل ويبدا يحصل كونجشن للنيك فينز فيجن نتيجه الميديستاينال شيفت، وطبعا يعني في الاخر ممكن يحصل امبيرمنت يعني كارديك ارست لو انتريتد يعني. ده صوره للاكس راي، هلاقي هنا في اكسبانشن للهيمتوركس ده يعني التورك ستيج اكسباندد وفايتنج للميديستاينال سبيس، يعني سبيس هنا واسع جدا مقارنه من الناحيه الثانيه، وال اسمه الدايفراجم ريزد ميديا سباينال شيفت. فالمنظر ده يعني ده يعني خلاص يخلينا اقول على طول ان ده تنشن نيوموثوركس بسبب الميديا سباينال شيفت والدبريشن والاكسبانشن بتاع التشست تشست وول. ده نفس الكلام برضو صورة في السي تي. بريكارديوم في حاجة اسمها كارديوم ان انا اعمل كومبريشن على الهارت كولكشن لحاجه في البيريكارديال سبيس، ايا كانت الحاجه دي فلويد او باس او تيشو او جاز وات ايفر، لما بيكون الكولكشن الكاردياك تامبونات ده نتيجه كولكشن لاير في البيريكارديال سبيس او في البيريكارديال كافيتي ده اسمه تنشن نيومو بيريكارديوم، هيعمل كاردياك امبيرمنت وكلينيكالي العيان يعني في ترايات كده مشهور للكاردياك تامبوناد وات ايفر الكوز ايه اللي عامل التامبوناد ده اسمه بيكس ترايات، اللي هو بيبقى الهارت ساوند مافلد هايبوتنشن والجاجلر فينز ديستندد. دي صوره يعني سبيسيفيك للهيموميديستاينم اسمها سمول هارت ساين، الهواء بيبقى متجمع حوالين الهارت بالطريقه دي كده وكأن الهارت صغر في الحجم او يعني زي البولت ده صغير يعني. وهنا برضو صوره في السي تي دي المانجمنت بتاعه اكوردنج للبيشنت كونديشن سواء النيومو ميديستاينم او النيومو او النيومو ثوركس.
لو العين اسيمتوماتيك فبيبقى فولو اب عادي، يعني يبقى في ريم اوف نيوموثوركس او ريم نيوموميديستاينم، زي مثلا بعد نيوموميديستاينم بعد السترنوتومي مثلا او هيجا عادي بيبقى في ريم كده نيوموبريكارديوم ونيوموثوركس فولو اب ما فيهوش مشكله. طيب لو العين سيمتوماتيك بس ستيبل، يعني ما فيش شيست بين مثلا او في شويه تاكي كارديا، ممكن نعمل له سيمبل نيدل اسبيريشن بيدخل من الانتركوستال سبيس كده ويسحب، يشد يعني يسحب الهواء ده بسرنجة مثلا 60 كده، بندخل في السكند انتركوستال سبيس ويسحبها. يعني ده لو هو يعني سيمتوماتيك بس ستيبل. طب كلينيكالي ال بقى لا، بيحتاجوا ان هم نعمل اير ايفاكويشن زي الاندر ووتر سيل اوكسجين سبورت واوبزرفيشن. لو life threatening بقى نيوموثوركس اللي هو التنشن نيوموثوركس، لازم اعمل ساعتها urgent needle decompression لحد ما ننقله بقى في العمليات، وبيعملوا هناك chest tube وممكن يدخل ICU بعدها. اغلب النيوموميديستاينم هنا زي ما بنقول مش بيحتاج treatment، غالبا بي require يعني بي 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 absorb يعني spontaneously، لكن لو تنشن نيوموميديستاينم او تنشن نيوموبريكارديوم ده fatal عشان الكارديك تامبوناد، ولازم يعمل urgent decompression بميديستاينال drain. دي صورة المكان الانتركوستال يعني السكند انتركوستال سبيس اللي ممكن ندخل منها نعمل نيدل دي كومبريشن كحاجة urgent management للتنشن نيوموثوركس، او اعمل منها سمبل اسبيريشن في الحالات اللي هي ستيبل ندخل في السكند انتركوستال سبيس. لكن الشست تيوب بيبقى في الريبس انتركوستال سبيس انتير اكزيلري لاين، ودي بتبقى في العمليات كمان. اوكي تمام يا حبيبي، تمام شكرا جزيلا. احنا فاضل عندنا وقت كتير ولا وقت قليل؟ مش عارف. فاضل معانا 10 دقايق. طيب احنا ممكن نشوف كام حالة في ال10 دقايق دول، بما ان هو يعني الامور ما كانت ذات مرتبة. يلا يا شباب، انا عملت كل السكرين بتاعتي، هل انتوا شايفينها؟ يا شباب لا، حالات بقى، صحصحوا معايا، حالات انا عملت لا شير يا للسكرين، مش لا ما شفتوهاش. طب كده ايه؟ كده ايه؟ تمام ظهره تمام. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ وفي على الليفت سايد في ماركت نيموثوراكس، اسمه في ايه؟ لوست للبروكسيمال ماركينج ايوه اسمه ايه؟ معاه معاكي سامعاكي كويس. ايه اسمه ايه؟ تنشن تنشن نيموثوراكس، واللانج سايد اخبارها ايه؟ كولابس. كلها بسيد لانج، ماشي؟ يبقى عندي تنشن نيموثوراكس وكلها بسيد لانج، والناحية التانية فيها ايه؟ في ميديا شيفت طبعا في ميديا شيفت، عشان كده قلنا تنشن. لا الاذر سايد، يعني اقصد الرايت سايد في ايه؟ مركب شيست تيوب. مركب شيست تيوب هنا، فاحتماليه ان كان في هنا كمان نيموثوراكس او حاجه احنا ما نعرفش، فلازم نشوف القديم عشان نقيم الناحيه الشمال. وفي هنا ايه تاني؟ سيرجيكال انفيزيما. سيرجيكال انفيزيما، بالظبط كده، ماشي؟ فاذا دي تنشن نيموثوراكس، ادي حاله ايمرجنسي سو ستريت فورورد ما ينفعش نغلط فيه. ده تنشن نيموثوراكس لان كولابس ميدياستينال شيفت، والاذر سايد فيها شيست تيوب ومعانا نيموثوراكس. طيب ده عيان عنده اي ال ال لوكيميا، يعني انتوا ايه رايكم ايه اللي حصل هنا؟ النيومو بريكارديوم مثلا. نيمو بريكارديوم قوي، مش حاجة بسيطة، مش رم. ده ممكن يكون، أنا معرفش لفظ تنشن نيمو بريكارديوم ده موجود ولا لأ، بس ده سيجنيفيكانت نيمو بريكارد. طيب وإيه تاني؟ تفتكر ليه العيان ده جاله نيمو بريكارد؟ إحنا كنا عاوزين نقول بالظبط بالظبط كده. فين بقى يا دكتورة رنا، قولي لنا فين فين الليجن؟ هي احنا في عايزين نقول الرايت يا شباب قاعدة عامة الأول، احنا لو شفنا هواء في مكان نورمالي ما فيش فيه هواء، قدامنا حل من 3 وما ينفعش يكون أكتر من كده. إما إن الهواء ده جاي من الشارع، جاي من الهواء بتاع ربنا،
ربنا ده يبقى يا اما تروما يا اما اكسيدنتال تروما يا اما هيدروجينيك، ماشي؟ يا اما الهواء ده جاي من نورمال اير كونتيننج ستراكشر موجود في الجسم، يعني من لونج، من بارانيزال ساينس، من ماستويد اير سيلز، من باول، دي حاجات جوه جسم البني ادم نورمالي موجود فيها هواء. لو حصل اي كونكشن بينها وبين ستراكشر تاني نورمالي ما فيش فيه هواء، فاذا احنا نشوف هواء في مكان مكان. الاحتمال الثالث هو لو عندي اير فورمنج اورجانيزم، وفي احتمال رابع الديجنريشن. في بعض السيتويشن بيحصل سيفير ديجنريشن، بيحصل معاه اير، اشهرهم طبعا الديسكات، الفاكيوم فينومنا بتاعت الديسك، بنلقى اير ليوسنس جوه الديسك. يبقى اذا لما القى هواء في مكان نورمالي ما فيش فيه هواء، افكر واولموست بالترتيب ده، يا اما الاول ان ده جاي من الهواء تروما، يا اما هيدروجينيك، يا اما اكسيدنتال. الحاجه الثانيه ان في كونكشن مع نورمالي كونتيننج اير جوه الجسم، يا الحاجه الثالثه ان يكون اير فورمنج اورجانيزم، والحاجه الرابعه ان يكون ديجنريشن. ما في الحال هنا بقى الهواء ده وصل للبريكارديوم ازاي؟ هو في جنبه في الرايت يعني ميد زون كده في اوباسيتي وحواليها هوا. بالظبط كده، في زي كافيتري ليجن وجواه سوليد نيديون. وطبعا انت عارفين الديفرنشال دياجنوست بتاع كافيتري ليجن وجواه نيديون. في حاله لوكيميا هنفكر ان دي ممكن تكون ايه؟ فانجا مايسيتوم، والمايسيتوما دي ده التيبيكال بتاعها كافيتري ليجن وجواها سوليد نيديون، والوول بتاعها ده رابشر، ورابشر جوه البريكارد. طبعا العيان ده حصل له ايه؟ ده السي تي بتاعه. شايفين هنا المنظر عامل ازاي؟ ادي المايسيتوما، وادي الكونكشن اللي بينها وبين البريكارديوم، وادي النيمو بريكارديوم. ما في العيان ده مات طبعا. يعني ايه؟ ده الفحص القديم بتاعه. ده قبله قبل الايفنت بتاعنا ده بايه؟ بخمس ست ايام مثلا. ما عنديش التاريخ بالظبط، بس كان ويزن 1 ويك قبل الفحص ده. فده مايسيتوما رابل. طيب احنا هنا تفتكروا ايه اللي حصل؟ الهواء هنا فين؟ الابنورمال هواء هنا فين؟ نيمو مديستاينا بس. في ايه تاني؟ هو في النك كمان بتفرج وفي في النك، لا هو في في السباين، الاكسيلا وفي في السباين بالظبط، في جوه السباينال كانال. ما في الهواء فاين ما يكون جوه السباينال كانال له اسم. طيب في كمان على فكره النيمو مدياستينم لو سيفير شويه، اوقات العينين بيبقى على ميكانيكال فنتليتور ويحصل، انا مش فاكره العين ده كان ايه للامانه يعني، بس ويحصل مشكله في تثبيت الفنتليتور، فيقوم يحصل عندهم النيمو مدياستينم العجيب ده. شايفين الهواء هنا؟ ده مش نيمو ثوركس، ده بيري برونكي. شايفين الهواء اللي جوه اللنج، لكن ما هواش في البلور، هو جوه اللنج. ماشي؟ فاوقات في السيفير نيمو مدياستينم تحصل القصه دي وليها اسم، لكن الاسم بالظبط كده اللي جوه السباينال كانال اسم نيمو مش مهم، بس هو اسمه كده. ماشي؟ المهم ان احنا نشوف انه الهواء ده كمان، وده يقول لك ان القصه كانت كتيره شويه. طيب ايه رأيكم في الليتك ليجن اللي في السكال ده؟ ايه رأيكم في الليتك ليجن اللي في السكال؟ معانا 3 دقايق عايزين نشوف كل الحالات فيه. ايه رأيكم اللي في الليتك ليجن اللي في السكال ده؟ بناين ولا مالجنانت؟ طيب اذا بتقول جرانيولوما ال سي اتش، ده هوا، ده يا شباب نيمو كيفلس، يوم ما كفن نيمو كيفلس. فلا تنخدع، الهواء يعمل ليوسنس، والليوسنسي تديك منظر كانما ليتك ليجن، هو اتليوز نوت ذا كيس، ده هواء، دي نيموكيفلس. ماشي؟ طب النيموكيفلس ده انترا كرينيال اير، الماجوريتي بتاعه طبعا تروما، واوقات كتير جدا ما بنكونش شايفين الفراكشر عند الماستويد بالذات، ما تبقاش شايف الفراكشر
وتشوف نقطة هواء جنب الانتراكرينيال، فتعرف انه في فراكشر في الماستويد، تروح تدور عليه بالراحة هتلاقيه. ماشي؟ طب النون تروماتيك بقى في الباراتروما والفالزالفا مانوفر العنيفة بس، يعني دي ولو في اير ساينس انفكشن وبوست راديشن نكروز. نيجي للعيان ده، احنا شفناه مع بعض قبل كده وحكينا حكايته كتير. ايه اللي عند العيان ده؟ ده ترو كرونال. يعني ايه ترو كرونال؟ يعني نايمنا العين على وشه وخدنا كاتس كرون. ايه العيان ده بقى، ايه اللي عنده؟ اللي عنده كان جايب هيدك، بسيفير هيدك نور يعني ايه اللي عنده العيان ده؟ قعدنا نسأله، يا عم اتخبطت في راسك قبل كده؟ عملت عمليات قبل كده؟ اي حاجة قبل كده؟ ابدا، كلا البت. ايه رأيكم، ايه العيان ده؟ ايه هو سبب في الهوا حاجة ده عند الإثمويد كده في الساينس؟ بالظبط؟ الاسمود اير ساينس فيها ايه؟ إكزوستوزيس مش عارف استيوما. استيوما استيوما، خلينا نقول استيوما. طب ما ايه علاقة الاستيوما دي بالهوا ده؟ هو الهوا ده كونتيند ولا فري اير؟ فري فري. طيب ايه علاقة الاستيوما دي بالهوا ده؟ ما هو دخل بقى عشان هو نايم على ده عمل كراك في الكورتكس هنا، مش عشان هو ده، عشان نام في مكانه اتغير، عشان كده بنقول عليه فري. لكن الاستيوما دي عملت كراك في الكورتكس هنا، وده عمل زي الفالف ميكانيزم كده، الهواء بقى يدخل جوه البرين وما يخرجش منه، فعمل المنظر العجيب اللي احنا شايفينه ده. ماشي؟ فدي ما فيش اي هيستوري اوف تروما ولا حاجه خالص. ماشي؟ فدي استيود استيوما، واحنا ايه اكمل، احنا نقرنا الحاله دي كسرب. طيب ده بالنسبة للنيموكيفلس، خلاص احنا حكينا هذه الحكاية من شوية. الهوا هنا فين؟ يلا يا شباب، مش عارفة، احتمال ما نعملش لينك تاني النهاردة. الهوا هنا الدهون فين؟ هو في مبروك الدهون، في النمو بروتينيا بالظبط. ده سكند ريساين. تخلينا نفكر ان ايه اللي حصل له رابشر هنا؟ باول الكولون، الرايت الار كولون هنا، الرايت كولون هنا، ودي بروفن لما فتحوا العيان، الرايت كولون هنا رابشر. فاحنا شايفين الهواء دايما لما نلقى نيمو بروتونيوم، نشوف ايه اقرب ادجيسنت ستراكشر ممكن يكون عامل هذا الايه، هذا النيمو بروتونيوم.